السلام عليكم. اسمحوا لي ان احكي لكم تجربتي. كنت مثلكم تتزاحم علي الاشغال والواجبات اظل انتظر وقتا لصفاء روحي وغذاء قلبي حتى ينقضي يومي فامني نفسي بيوم غد لعلي اجد فيه وقتا له. ربما ارى احدا يرتل اياته فيحترق قلبي شوقا لمصحفي واكفكف عبراتي قائلا: هوني عليك يا نفس فلست مشغوله بلهو او بباطل بل بطاعه وبر ودعوه وخير وتمضي الايام بعدها بدا قلبي يقسو ونوره يخبو اشعر اني اتراجع يضعف ايماني وتزداد غفلتي ولا زلت اقول لنفسي لا عليك يا نفس فانت معذوره وربك يعلم حالك واشغالك ويوما ذهلت حين تأملت قول رب سبحانه وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله نعم يا رب قد علمت حالهم وأمراضهم وأشغالهم في أسفارهم أو انهماكهم في حرب عدوهم فبما توصيهم قال تعالى فقرأوا ما تيسر منه عجبا ياذن لهم ربنا ان يجمعوا الصلاه بل ويقصروها وان يفطروا في نهار رمضان لكن لا تنقطعوا عن ترتيل كلام ربكم فما هو عذري انا وما هو عذرك انت كاني اقراها لاول مره ولكن ماذا اعمل فانا حقا لا اجد وقتا تاملت يومي واعمالي زوجه اولاد عمل جلسه مع الاهل واعمال اخرى كثيره اضافه الى عملي وواجباتي خارج البيت ولا انسى طبعا قراءه رسائل الاحباب على الفيسبوك والواتساب ثم انام متعبا لا اخفيكم خجلت من نفسي كثيرا ايعقل ان اجد وقتا لكل هذه الاشياء ولا اجد نصف ساعه لتلاوه وردي حينها فقط علمت كم كنت اكذب على نفسي وكان قرارا حاسما غير مجرى حياتي وأعاد إليها النور من جديد كلما هممت أن أحمل مصحفي توافدت أعذاري فلاح لي قول ربي تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وكلما تزاحمت أشغالي فلا أدري أيها خير لي بدأ لي قول ربي سبحانه وتعالى هو خير مما يجمعون فاخي الحبيب لا تنتظر ان تنهي اعمالك لتجد وقتا للقران بل ابدا به يكرمك الله تبارك وتعالى ببركه في اوقاتك واعمالك وجهدك وطاقتك الم تسمع قول ربك سبحانه اقرا وربك الاكرم في الحقيقه لسنا بحاجه الى وقت بل نحن بحاجه الى عزم صادق ورفقه صالحه فاسال الله العلي العظيم لكل من نشر هذا المقطع ان يجعل القران ربيع قلبه ونور صدره وجلاء همه وحزنه